Rachid. Eu aprendi o seu. Mas você três é dele, velho. Não sei aqui no Rio. انا اول مسلم اللي يكون العمده ديال ويستمنستر. انا الاول مسلم عمده اللي كان عنده 22 عام. انا الاول عمده اللي ماشي من الباك جراوند الانجليزي. انا فيرست بيرسون, انا الاول اللي ماينوريتي باك جراوند. وزعما عمري ما صحاب لي, انا كنت كونسلر عادي في لندن في ويستمنستر. كان عندي الحومة ديالي كوينز بارك, انا كنت زعما ديك الحومة ديالي. ودابا الناس انصحبوا عليا وقالوا انا نولي العمدة. الشيء زعما فرحت بها because I'm going to be able to break down barriers. انا اوري زعما الشباب, اي واحد اللي كان في لندن, كان في بلجيكا, فيما كانوا يقدروا يوليو العمده, يقدروا يوليو بوليتيشن. زعما ما كانش شي حاجه اللي ما يقدروش يعملوا. وحنا الناس مع بعضنا نعرفوا اصلا نفهموا اللي ما كانش ليميت زعما نقدروا يعملوا اللي بغاو. حتى لا فوار دو ليف اون جينيرال كيلو ستون دو سي 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 مي كون بوان دو في الراي ديالك توبينيون. صحيح ما كنفهمش فرنسا زعما الراي ديالك في سي سي ام اي بيان سي سي مي زعما كل البوك فيها كلها. البوك فيها في الرباط مع سي سي ام اي. كيفاش نقول زعما واعره والله, هذا الشيء مزيان والناس هنا اللي مزيانين اورجنايزرز كلهم. وكنشوف العواوي الصغار المدرسه تيجيو هنا. هذا الشيء زعما مهم ضروري خصهم يكونوا عندهم هذا الشيء اللي في الرباط, خاصه يكون عندهم في كازا في مكناس في طنجه في العريش كل المغرب خاصها اكسبيرينس هذا الشيء اللي عنده في الرباط دابا. كل شكرا زعما كل شيء اللي يفرح بيا, كل شيء اللي تيمسج مي في فيسبوك وتويتر وانستغرام, بيكوز انا زعما انا بحال ولدهم فهمتي. كل شيء تيمسج مي تيفرحوا بيا. انا عمري ما صحاب لي الناس العربيه يكونوا they care about politics. بالحق it's good to see they do, الحمد لله. السلام عليكم. سعاد تاسي عود والمجلس الجالية المغربية بالخارج بالديار البريطانية. أنا فرحانة بزاف أني نكون موجودة اليوم ومعايا نخبة من ناجحين المغاربة بريطانيا. واحد منهم الشاب حمزة تاوزو اللي في عمره ما تجاوش 22 سنة, وهو عمدة في مدينة ويستمنستر. كما تعرفون ويستمنستر فيها البرلمان وفيها الملكة قاطنة وفيها القصر الملكي. فلينا احنا هذا شرف, وهذه المدينة مهمة بزاف سياسيا في الديار البريطاني. فاحنا سنفتخروا بزاف بالعمدة ديالنا اللي جا معنا وشارك معنا في هذه الأمسية في الرواق المجلس الجالية. وتذكرنا اليوم على الأنجلو ساكسونية والمقاربة الأنجلو ساكسونية والمشاركة السياسية للأقليات وبالأخص الجالية المغربية. فنحن لا نتجاوز 100,000 مغربي في الديار البريطانية, ولكن بدأ لنا صوت شيئا ما في السياسة البريطانية. فنتمنى أن هذا الصوت غادي يعلى أكثر, وأن وليداتنا يشوفوا حمزة كنموذج باش حتى هما ينخرطوا في المجال السياسي اي حزب. المهم وهو ينجحوا في الاحزاب السياسيه وتكون في الجسم السياسي البريطاني عضله من عضله المغاربه اللي هما في القاطنين في الديار البريطانيه منذ الستينات. وشكرا.